شايل هم ليه كل شيء مقدور عليه اللي راح منك مسيره يجي غيره ترضى طبعا. ده شعار مؤسسة سيدة الأرض، مؤسسة مهمة جدا وتحاول أن تعيد بالذاكرة لقضية مهمة جدا هي لب الصراع العربي في الإسرائيلي في المنطقة، القضية الفلسطينية. وطبعا الأجيال الجديدة لابد أن تأخذ عظات وعبرات وتتذكر هذه القضية الفلسطينية المهمة التي دائما هي في قلوب المصريين وقلوب كل العرب. عشان كده هذه مؤسسة مهمة جدا، لأن فعلا بتتحدث حول كيف تبدو الثقافة والفنون كدعم أساسي لهذه القضية المهمة. القوى الناعمة التي تدعم القضية الفلسطينية دائما منذ فترات طويلة. نحاول أن نترك التفاصيل، لأن القضية الفلسطينية مهمة جدا، ونترك التفاصيل حول هذه المؤسسة ودور هذه المؤسسة في لعب الدور الكبير جدا في تذكير العالم بأهمية القضية الفلسطينية ومحاولة حل القضية الفلسطينية. يسعدنا أن يكون معنا وشرفنا في الاستوديو الدكتور كمال الحسيني، مؤسس والرئيس التنفيذي لمؤسسة سيدة الأرض. أهلا بك ونورتنا طبعا، والحمد لله على السلامة. الله يسلمك. أولا صباحنا مصري وعربي، صباحنا مقدسي، صباحنا فلسطيني. الله. طبعا يعني حضرتك أنت عامل جولة كبيرة جدا لكي تتحدث حول هذه المؤسسة المهمة جدا التي تحاول أن تبث روح القوة وروح الذاكرة لأهمية القضية الفلسطينية. برافو عليك، أنت أصبت بذلك تماما. هذه الحرب الحقيقية بيننا وبين هذا الاحتلال البغيض هي الرواية، والرواية هي فلسطينية، هي كنعانية، هي عربية. فلهذا نحن نقوم بهذا الاتجاه، نغرد ونسافر ونترك أثر بلوحة كريمية ولوحة تراثية، لنقول للعالم أجمع بأن هذه هي كما قال درويش كانت تسمى فلسطين وصارت تسمى فلسطين، هي أم البدايات وهي أم النهايات وهي سيدة الأرض. جميل. عشان كده حضرتك جولتك يعني جولة كبيرة. نعم. يعني في القاهرة ودبي وعمان. نعم. وعمان في أكثر من دولة. نعم. تحاول أن تلقي الضوء حول القضية الفلسطينية من خلال المؤسسة. بالطبع. أولا كما قدمت، السهل الممتنع والقوة الناعمة. وأنا أتذكر عندما انتهت الحروب العبثية في أوروبا، هي انتهت ليست من الساسة وإنما أيضا من القوة الناعمة بالمناسبة، من المثقفين ومن الفنانين. ولهذا نحن نتجه هذه القاهرة التي نحب. وهنا أذكر بأن هذا المقال الذي كتبته بأول أمس لمصر، مصر هي القائد الطبيعي للأمة العربية. وهنا 20 خط، القائد الطبيعي بمعنى كلما كانت مصر في حالة من النهوض وفي حالة من إذا جاز التعبير من القوة وأكثر تقدم، هي تكون أكثر الحالة الفلسطينية بهذا الاتجاه. نحن ندرك بأن فلسطين هي في قلوب كل المصريين دون استثناء وفي كل المراحل. ولازلت أذكر هذه الفلوجة، القرية الفلسطينية التي فيها لا زال هناك دماء طاهرة من الجيش المصري طبعاً. العريق. فنحن لن ننسى، حصر فيها الجيش المصري طبعا يعني طبعا في هذا هذه الذاكرة التي الآن يحاول الآخر العبث فيها. وأنت تعلم الماكنة الإعلامية العالمية التي بكل وضوح من هي ماكنة صهيونية. فنحن هي الحقيقة نريد أن نكون الصوت فيها عالي وصوت مؤثر، صوت هادئ بسهل ممتنع، هي القوة الناعمة. فلذلك نحن في القاهرة عبر 4-5 أيام استطعنا أن نلتقي مع معظم المثقفين ومعظم الفنانين. بالأمس كنا برحاب الفنان الكبير محمد صبحي، هذا الفنان الذي يحمل فلسطين في قلبه عن ظهر قلب دون مقدمات أيضا. وكان حوار كبير جدا مع النائب مصطفى بكري والنائب الدكتور عاطف، مجموعة كبيرة جدا التقينا من المثقفين، وأيضا كمان الفنان الرائع أحمد بدير. هلأ كل في حدة لكي نقول للشارع المصري، هو ليس تذكير، هل ممكن أن تتذكر البطين في الأذين وهما في اتجاه واحد يعني، لكن إنما هي تلقي الضوء
تلقي الضوء وتلقي الضوء على تحركاتك كمؤسسة كمان. عندما الشارع المصري يشاهد محمد صبحي ويشاهد كل هذه الأسماء الكبيرة يتحدثون عن القضية الفلسطينية، فيبحث هذا الطفل ويعيد ذاكرته من جديد أنه أولى القبلتين هناك وأول الحب هناك هي القدس الشريف التي ليست هي ملكي وحدي وإنما هي ملك كل حر وكل مسلم وكل عربي. فهذه الرؤية التي نجتهد فيها ونحاول أن تكون بصمة وطنية فلسطينية، ونعيد هذه الذاكرة التي تحتاج بعض في كل وقت أن تذكر الآخر لازالت فلسطين محتلة ولازالت القدس في حالة تهويد كامل. وأنا دائما أقول في أول القصيدة بأن لا شيء يغير وجه الله ولا شيء يغير وجه القدس، إنما تحتاج القدس ليس فقط الدعم المادي وإنما الدعم في الرواية وتعزيز الذاكرة الوطنية. كلما كانت الذاكرة في حالة مناعة وطنية كلما كانت. أنت قلت أن هناك العقل أصبح الآن مليء بالفيروسات التي حاول أن يبصها الصهاينة طبعا لإلغاء فكرة كيف يمكن أن تتمسك بالأرض الفلسطينية بلا أدنى شك. فنحن عبر 15 عام أخي وصديقي 15 عاما وهي تحاول المؤسسة أن أولا تسلط الضوء على الكل الفلسطيني وإبراز هذا الوجه الحضاري. نحن الفلسطينيون حسب تقرير الأمم المتحدة تقول بأن هذا الفلسطيني هو الأكثر ثقافة وهو الأكثر في الحالة الأكاديمية للمعلومات عبر كل العالم. هذا الشتات الفلسطيني الذي الآن هو موجود في كل العالم. يا أخي نحن في تشيلي اللي هي أمريكا اللاتينية هناك بما يعادل 450 ألف فلسطيني. هذه النكبة التي ألمت نريد دائما أن نذكر بهذه الفقرة التي قصمت الظهر إذا جاز التعبير. عام النكبة عام 48 كان هناك في فلسطين التاريخية عام 48 بما يعادل 750 ألف نسمة، تم تطهير عرقي 6,030 ألف نسمة تم اقتلاعهم، 530 قرية مهجرة. أنت تعلم، هل سمعت عن يافا هذه المدينة الساحرة؟ يافا قبل 48 كان فيها 17 مسرح. هل سمعت عن حيفا عروس البحر هذه المدينة التاريخية الحضارية الرائعة جدا وأيضا تجمعهم ودائما عنوان الأول هو القدس. هذه المدن التي تحدثت عنها في عام 48 كانت تطهير عرقي 630 ألف نسمة رحلوهم في ليلة ما فيها ضوء أمر. طب السؤال الذي يطرح نفسه أين الحالة الإنسانية؟ نحن نعلم الحالة الإنسانية هي قصيدة يبدو لي بأنها رومانسية بعض الشيء، إنما القصة وتغنى فقط لغير تنسى. إنما يجب أن تذكر الآن الأطفال هؤلاء إنه كان هناك شعب حاضر، شعب حي، شعب متحضر، كان هناك بناء ولا زال البناء الذي موجود في المدن الفلسطينية يا أخي يذكرنا، مش بس يذكرنا، هو لوحة حضارية، لوحة فسيفساء موجودة هناك. لذلك نريد أن نذكر كل العالم إنه هذه الأرض، أنا بتكلم عن من عام النكبة، إنه هذه القصة يجب أن تكون كل أحرار العالم يدركون كيف هذا الاحتلال، كيف احتل فلسطين. هو الرواية الصهيونية تقول بأن نحن جئنا إلى أرض بلا شعر، نحن موجودون هناك ونحن أصل الحكاية. ولازال بالمناسبة إذن في عام 48 بقى 120 ألف نسمة، 120 ألف نسمة الآن هم 2 مليون فلسطيني. وأنا هنا أذكر بأن فكرة مؤسسة سيد الأرض انطلقت لكي تقول للعالم كله أنه أصل الحكاية وأصل الرواية عن إخوتنا في عام 48 هؤلاء الذين ظلموا حتى منا نحن، تم ظلمهم لأن الإعلام العربي أصبح يحاول أنه لا يعطيهم الضوء، إنما بالعكس آخر أنهم أصبحوا هناك هم الآن مع الاحتلال. هذا الحكي غير صحيح على الإطلاق، هم يتمتعون بالذاكرة الوطنية الفلسطينية العربية حتى النخاع. وهذه الناصرة التي أخرجت توفيق زياد وهذه حيفا التي أخرجت الكثير من الأسماء أمير حبيبة وإلى آخره، وأيضا محمود درويش هو من هناك، هو من قرية البروة محمود درويش، سميح القاسم من الرامي اللي هي أيضا الجليل. فإذا الجليل والمثلث والنقب قصة. هناك قرية في النقب أخي العزيز تم هدمها 188 مرة، العراقيب. هذه بلد صغيرة جدا موجودة في النقب، ممتاز. كلما تقوم بيوتها مرة أخرى يتم هدمها طبعا وبيبنوها تاني يوم. هذا هو الفلسطيني، الفلسطيني يتمتع بعزيمة ويتمتع بحالة وطنية. وهنا أؤكد وأيضا نحن المقدسيين هناك، القدس التي تقبع في أسوأ أنواع الاحتلال. هناك في القدس يا صديقي ويا أخي أيها الحر، تعيش القدس
حالة من التهويد في المكان والزمان. كل عربي وكل مصري وكل مسلم يجب أن يدرك ذلك. نحن هناك سدنا لكل الأمة العربية والإسلامية، ندافع عن شرف الأمة العربية والإسلامية. هناك هذا المقدسي في الحوض المقدس كيلو متر مربع، هناك أكثر من 50,000 فلسطيني، وهنا نؤكد تماما أن هذا الفلسطيني لم ولن يفرط ولن يبيع، يمسك الحجارة في يد وفي غصن الزيتون في يد الأخرى. نعم يقاوم ويدعو إلى السلام والتعايش أيضا في نفس الوقت. نحن كشعب طبعا نحن شعب متحضر، نعي معي معنى التعددية والعيش وإلى آخره، لكن هؤلاء لا يريدون ذلك. دعنا نسمي الأمور بمسمياتها، ليست لغة دبلوماسية. الآن نحن نتكلم لكي يصل كلامي إلى كل مشاهد، يجب أن أتكلم وأسمي الأمور بمسمياتها. هذا الاحتلال لا يريد الآخر، هذا الاحتلال يريد نفسه وذاته، ويريد أن يتوج احتلاله في كل شيء في فلسطين، في كل شيء للمعلومات. فنحن كيف جئنا إلى كما ذكرنا تحت الهواء، كيف جئنا إلى القاهرة؟ نحن نأتي بمعاناة كبيرة جدا كي نحصل، كيف نسافر، نحن ليس لدينا مطار يا أخي. نحن ليس كي نسافر، شكرا للأردن التي نخرج إلى مطار عمان ونسافر إلى كل العالم عبر هذا المطار. لهذا نحن مرة أخرى نصول ونجول في كل الوطن العربي، ونقدم يعني في كل دولة نزورها نحن نحاول نجلس ونتكلم مع الجميع، لكي تكون عندما أغادر سوف تكون القدس أكثر يعني كيف أقول دوما أن أحب الصباح جدا، لكن في القدس أعشق الصباح أكثر. وفي هذا اللقاء سيكون أكثر القدس حاضرة في ذاكرتك، سوف تبحث كيف تدعم القدس. القدس ليست بحاجة إلى مال، نحن بحاجة إلى أن تكون دعم معنوي، تكون في القلب، في عيون الأحرار. لهذا عنوان برنامجنا الثانية في مؤسسة سيدة الأرض، القدس في عيون الأحرار. جميل. هنا يمكن مؤسسة سيدة الأرض طبعا دكتور كمال مؤسسة شعبية مجتمعية في المقام الأول. نعم. أنت هنا تحاول أن تواصل ما اتخذته السياسة، يعني ناحية سياسية، وإن فشلت يعني مثلا اتفاقية أوسلو 93. نعم. وكيف أنها فشلت في تنفيذ البنود المعينة، عودة اللاجئين وغيره. نعم. وغيره. نعم. وغيره. ومرورا ببرلين وغيره. فأنت هنا تحاول أن يكون لديك مؤسسة مجتمعية شعبية تطرق الأذهان، تطرق الأذهان والوعي زي ما قلت حضرتك، ليس دعم مادي فقط إنما أذهان الآخرين. نعم. بالفن والثقافة والأدب. يا أخي أولا الثقافة مقاومة، الثقافة مقاومة هو عنوان مهم جدا، ونحن نتمتع بهذه الذاكرة المليئة بالمعرفة والثقافة، نحن الفلسطينيون بهذا الاتجاه. إذن دع هذه الثقافة تنتشر في كل العالم. التراث الفلسطيني هذا التراث، ونحن قدمنا في مؤسسة سيدة الأرض بما يعادل 120 مبادرة آخرها هي ثوب سيدة الأرض. هذا الثوب الجميل. الذي يجمع كل التراث الفلسطيني، كل المدن الفلسطينية أنت تعلم بس نفس الثوب في ثوب واحد. هو فكرة الدكتور نوال قطب بن صالح رئيس مجلس إدارة في تونس، وأيضا تصميم الرائعة المصممة الفلسطينية امتياز أبو عواد، عبارة عن لوحة ترتدي هذا الثوب، ثوب ملوك من ملوك كنعان. وبالمناسبة عندما نقول الحالة الكنعانية بهذا الاتجاه نقول جزء من مصر، ونقول الكنعانيون جزء أيضا من الشام، وأيضا صحيح. من فلسطين والأردن إلى آخره. فلهذا أنت تتكلم في حالة مشتركة، حالة مشتركة أنه إحنا هون بشكل خاص الشرق الأوسط وهذه البلاد هي ثقافة وحضارة متراكمة لكي تقول 7,000 عام ذاكرة و 7,000 عام رواية تقول هذا من هذا الاحتلال وأين هو من هذه الأبجدية التاريخية الذي يسرق كل شيء. وبالمناسبة الاحتلال الإسرائيلي مسجل باسمه أكثر من 11,000 قصة تراثية، فأيضا نحن نتكلم بهذا الاتجاه في هذا التراث الفلسطيني الذي يجمع الكثير من الجمال ومن البهاء ومن الحضور، وهو رسالة تحضرية. عندما ترى هذا الثوب، ثوب سيد الأرض، سترى بأم عينك أنه كيف هذا الفلسطيني. ما أنت عندما تقول أين هذه الحضارة تذكر البناء وتذكر اللباس، اللباس والبناء الذي كان قبل 7,000 سنة هو بحد ذاته هو تحضر ورسالة للآخر أن هذا الفلسطيني هو بالفعل بصمة عربية، بصمة كنعانية، بصمة فينيقية، موجود هناك في كل لمسة، موجود في كل فلسطين التاريخية. وأنت طلع يعني هذا الشعار المهم جدا. نعم. هو يعني الذي تذكر به الأجيال الجديدة، لأن يعني أنت أي نعم نحن كأجيال مثلا نعم. نستطيع أن قرأنا ودرسنا نعم.
وتعلمنا كيف تبدو القضية الفلسطينية وأزماتها ومشاكلها وكيف تبدو الحلول أيضا، وإن لم يستطيع الآخرون أن يحلوا هذه القضية سياسيا طبعا. يعني الشعارات هذه تذكر الأطفال والشباب صغار السن بفلسطين وكيف تبدو فلسطين. تعلم هذه لوحة، والآن هي إهداء لك، هي نحن الآن في شنطتي الشخصية أكثر من 300 شعار ولوحة وإهداء معي في شنطتي الشخصية أكثر من ملابسي. لماذا؟ لكي أنا تحفظها أنت الآن في بيتك، وكل حر نحاول نترك أثر طيب ونقول لكل الأحرار: القدس في عيون الأحرار، القدس في عيون الأحرار، هي القدس التي تجمعنا، هي القدس هي أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، هي أول الحب وهي آخر الحب، هناك تقطن الجنة وهناك العلاقة مفتوحة مع السماء يا صديقي العزيز. جميل. وهذه مؤسسة طبعا تأسست عام 2008. نعم صحيح. وزي ما قلت حضرتك يعني يمكن أنت زرت أكثر من دولة عربية لكي تعرض مثل يعني ما تقوم به هذه المؤسسة. هل هناك دول أوروبية أيضا تم زيارتها؟ طبعا نحن موجودين يعني أيضا هناك موجودين احنا في برلين يا أخي. برلين وحدها فيها 130 ألف فلسطيني في برلين المدينة، وأيضا الفلسطيني موجود. هناك اتفاقيات أيضا وحديث في برلين حول القضية الفلسطينية وأيضا لم يصل لحلول. طبعا أشوف الحلول، نحن لا نتكلم سياسة نتكلم ثقافة ونحاول أن لأنه قد تبدو قوة ناعمة اللي قلنا عليها ممكن هي التي تصل إلى الحل. طبعا بلا أدنى شك. حتى اتفاقية أوسلو بالمناسبة يعني هي لمن قام بها أولا في أوسلو هي عبارة عن جمعية ومؤسسة مدنية بالمناسبة. إنما أنا لا أطرق، أنا لا أريد الآن لا أتكلم بحلول، أنا أتكلم بحالة فرق الأذهان. أيوة هي الرواية، صقل الرواية الفلسطينية العربية. أريد أن هذا الجيل الجديد الذي الآن بنشغل عليه، أوكي بنشغل عليه. كيف حكينا الفيروس ليس فيروس كورونا، الفيروس في المناعة في المناعة الوطنية، وهذا أسوأ نشفى من الفيروس أيا كان. لكن هل نشفى من هذه الإسقاطات التي الآن هي موجودة في كل الوطن العربي؟ إنما أنا سعيد، ودعني أقول لك أنا الآن في قاهرة المعز وقاهرة عبد الناصر وقاهرة كل الأحرار، ما لمسته لمست حب كبير في كل زيارة أؤكد ذلك. ودعني أقول كمان طوبى لهذه الفضائية المصرية، وكل الشكر لكل العاملين بهذا البرنامج اللي سلط الضوء من 10 سنوات وهو يسلط الضوء على مسيرة مؤسسة السيد الأرض. فخور بهذا الاستمرار وفخور بهذه المصداقية بيني وبين نفسي وبيني وبين الآخر، إنه الرسالة مستمرة أيضا. وكل ما تأتي زيارة احنا دائما بنستضيف حضرتك. نعم دايما. فهذا اندلع شيء أنت الآن تحلق أكثر، والفكرة العظيمة هي كالروح لا تسقط ولا يستطيع أي أحد العبث فيها، وهي فكرة سيد الأرض بهذه الروح الجميلة العميقة التي تبث الأمل وتبث الشكر والتقدير، وأيضا ثقافة تثمين الجهود. وهنا دعني برضو نقول رحم الله الدكتور أحمد زويل عندما قال الفرق بيننا وبين الغرب فرق بسيط جدا، الفرق هو هم مش أذكى منا، بس هم عندهم نقطة تختلف، هم بياخذوا بإيد الفاشل حتى ينجح، ونحن العرب نأخذ بإيد الناجح حتى يفشل. نحن في مؤسسة سيد الأرض نقول شكرا لمن يعمل ومن يقدم، وشكرا لمن يجعل القدس في عيونه وفي قلبه. فنأتي لكل من في ذاكرته الوطنية نذهب له آخر الدنيا لكي نقول له شكرا بحجب السماء، أنت ليس فقط رائعا حقا، أنت بصمة وطنية إنسانية تستحق الثناء وتستحق الإشادة. دكتور كمال يعني حضرتك لما تزور يعني مثلا مصر وتزور إمارات تزور الأردن تزور الدول الأوروبية، هل كل دولة بيبقى لها يعني طرق مختلف عن الأخرى أو يعني حديث مختلف عن تقديم القضية الفلسطينية عن دولة أخرى، ولا كل الكلام نفسه في كل دولة؟ شوف كل بلد طبعا يعني كل دولة ثقافتها وعاداتها والأخيرة. إنما بالحقيقة يعني بالشكل العام حب فلسطين والقدس حب يعني عربي يعني أنت تشاهد. ونحن ذكرنا نحن أيضا أخذنا النادي الأهلي المصري على سبيل المثال عندما شاهدنا لاعبين النادي الأهلي يحتفلون بالعلم الفلسطيني، وهون القصة. وأنت تعلم عندما احتفلوا ليس كان بروتوكول وليس كان معد أنهم يحتفلوا بالعلم الفلسطيني، قاموا لاعبين النادي الأهلي المصري بالاحتفاء
بالعلم الفلسطيني. نحن جئنا يعني زرعنا شجرة زيتون باسم النادي الأهلي في جبل الزيتون. الله. شكرا للنادي الأهلي الذي دائما يحمل الذاكرة الوطنية ودائما له محطات إنسانية، ليس مجرد فريق كرة قدم وإنما في رسائل، وأنت تعلم دائما في كل برنامج في رسائل معينة طبعا. يجب أن تصل. فهذه هي القصة. وأنت شاهدت في كأس العرب في قطر عندما امتلأ الاستاد بالعلم الفلسطيني، الكل كأنه العلم السلام الوطني للفلسطيني، كأنه يعني هو سلام سيمفونية لكل الوطن العربي. لا بلا أدنى شك الذاكرة العربية هي رائعة، لكن نريد منها أن نفعل هذه. لا يكفي أن أقول لك أنا أحترمك وأنا أحبك وأنا أجلك فقط. أنا أريد منك مبادرة في الحب والمودة، أريد منك أن تترك بصمة، ليس مجرد أن تتحدث بالقضية الفلسطينية. أين أنت من بصمة؟ أين أنت من مبادرة تقدمها للشعب الفلسطيني؟ مش مجرد كمان كما تحدثنا شعار، نريد أن ننقل الموضوع ممارسة. كنت في الجزائر من فترة وكانت لي ندوة وكان فيها برلمانيين ومثقفين إلى آخره، وقلت لهم نحن نعلم بأنكم تحبون فلسطين بلا أدنى شك، لكن نريد هذا الحب أن يتحول إلى ممارسة. الشارع التونسي، يعني أذكر كنت هنا أيضا عندما أطلقنا مبادرة البث الفضائي الموحد من أجل سيدة الأرض في يوم الأرض. يا أخي أولا جمعنا كل الفضائيات الرسمية والخاصة هنا في القاهرة وأطلقنا هذه المبادرة من هذا الاستديو بالمناسبة. يعني عظيم، تونس التي نحب، تونس هذه الأيقونة، والشعب التونسي يتمتع أولا بحالة ثقافية عالية جدا على مستوى كل الوطن العربي، وفي نفس الوقت الشارع التونسي متيم في 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 القضية الفلسطينية. وعندما غادر درويش محمود درويش عندما غادر تونس كتب القصيدة الشهيرة كيف نشفى من حب تونس التي تجري فينا مجرى نفس. شكرا تونس، لكن لم أسمع شكرا بين عاشقين. التعبير المجازي بهذا الاتجاه هو ترك أثر كبير جدا، والآن نحن في مؤسسة طيب أرض نتوج ذلك، وفي نفس الوقت لا نكل ولا نمل على الإطلاق في طرق الأبواب، دائما موجودون بمبادرات، ونذهب إلى كل البلاد ونذكر هذا وذاك بالقضية الفلسطينية، وكل من يعمل لها نقول له شكرا. وهذه النتيجة الواضحة زي ما مشاهد 15 عام من العطاء بحالة استمرارية وحالة التفاف جماهيري. يعني أنا أتصور قلت ذلك وأحكيها على الهواء وتحت الهواء، إنه في كل عمل العمل الجماهيري متعب يا أخي، وخصوصا ما يتعلق في القضية الفلسطينية شائك، لأننا الآن في كما قلت في هناك فيروسات في الجهاز العصبي وهناك إسقاطات كثيرة جدا. دائما أي فكرة عظيمة أنت تقدمها تهاجم أو تحاول إسقاطها أو يحاول المزاودة عليها. نحن الحمد لله رب العالمين الآن يعني في 15 عام قلت بنفسي وقلت لكل مجلس الإدارة والأمناء إنه استطعنا إن لم نستطيع أن نجعل من ذاك في حالة حب من أجل سيد الأرض، على الأقل جعلنا من ذاك أن يكون في حالة احترام لهذه المؤسسة، لأنه الكبار يناقشون الأفكار صحيح. والصغار يناقشون الأشخاص، فأتمنى دائما العلاقة تكون مع الكبار لكي نناقش الأفكار الرائدة التي تعلو من أجل فلسطين. ليست من أجل كمان حسيني أنا كمسمى، وإنما من أجل سيدة الأرض. سيدة الأرض هي فلسطين، وعاشت فلسطين حرة أبية، وعاشت فلسطين أيضا في قلوبنا كمصريين وكعرب منذ قديم الزمان. وفعل المؤسسة كما أوضح مؤسسة وطنية قومية عروبية تهتم بمحاولة إلقاء الضوء ولو ترك الأذهان حول هذه القضية المهمة جدا، وخاصة للشباب والأجيال الصغيرة التي لم تعي ما هي فلسطين الحبيبة التي دائما في قلوبنا كمصريين وكعرب. أشكر ضيف الإشراف النهاردة دكتور كمال حسيني مؤسس ورئيس التنفيذي لمؤسسة سيادة الأرض، وشرفتنا. وبنتمنى طبعا بيبقاش على زيارتك لمصر أو للدول العربية فقط عبارة عن ناحية إعلامية، لكن أيضا لتدشين مبادرات كما قلت لحب فلسطين. ما أروعك أخي هذا الصبار الجميل وهذا النيل العظيم. شكرا لكم، شكرا لهذا الطاقم الرائع دون استثناء الذين وراء الكواليس. طوبى لكل الأحرار ولمصر التي نحب. تعظيم سلام ورتنوا. صباح الخير فندم.